بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السادة الضيوف، زملائي الأكارم، أقول أنه عن قريب إن شاء الله يحتفل شعبنا العظيم بثورته المجيدة التي ستسعى بفضل شبابنا الناضج لتدمير كل أسباب الاستبداد والقمع والظلم وإرساء وتقديس القانون. وركزوا على تقديس القانون، ولكن شعبنا ما زال يرى أن قطار القطع مع الماضي الأليم ما زال بطيئاً، والمطلوب من السيد وزير العدل أن يستمع إلينا بكل دقة ويحسم أمره متسلحاً بالشرعية التي خولها له هذا المجلس الموقر الذي يمثل إرادة الشعب، ويضع حداً للقتلة في كل الولايات والمفسدين. تعود الذكرى المجيدة لثورتنا سيد الوزير لتجد أبناء تطاوين الذين صمدوا ولمدة 6 أيام تحت المطر وفي رحاب القصبة ليقولوا بصوت واحد: الشعب يريد مجلساً تأسيسياً. وها نحن أيها الإخوة تحت هذه القبة لنحافظ على ثورتنا ونلبي نداء شهدائنا وجرح ثورتنا. إذن تعود هذه الذكرى وأبناء تطاوين قابعين بسجن حربوب، ما هو ذنبهم يا ترى؟ إنهم خرجوا في مسيرة نظمها كل شعب تطاوين بكل شرائحه: الرابطة، النهضة، التكتل، المؤتمر، حركة الشعب وكل الجمعيات. مطلبهم الوحيد هو إبلاغ رسالة واضحة للسلطة مفادها مقاومة الفساد وإعادة الاعتبار لإداراتنا لكي تدعم التنمية وتلتزم الشفافية بين كل أبناء الوطن وإقصاء كل الذين يدعمون الثورة المضادة مهما كان موقعهم. زرت هؤلاء الأبطال يوم الاثنين بسجن حربوب، ولقد عبروا لكم عن براءتهم وأن السجن من أجل دعم الثورة هو بالنسبة لهم كما قالوا وسام شرف، وهم مستعدون للنضال من أجل إنجاح هذه الثورة، وأنهم قد ناظروا من أجل تطبيق القانون، ولكن لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يترك المجرمون الذين حرقوا وقذفوا بالحجارة طلقاء، وينعم الذين دفعوهم إلى ذلك العمل الشنيع دون عقاب، وأن يقذف بالأبرياء الشرفاء من الرابطة ومن أبناء حركة النهضة داخل السجن. وكنائب لتطاوين، أنا لن أدخل في إضراب جوع كما فعل غيري، وقد فعلت ذلك في عهد المخلوع في سجن المنستير الذين منعونا من صلاة الصبح في وقتها، ونجحنا في الإضراب وصلينا الصبح رغم أنف الأعداء. إذن لماذا لا أقوم بذلك؟ لا خوف من إضراب الجوع، ولكن لا لشيء، هو أنني أحترم القضاء وأحترم هذا المجلس الموقر الذي يمثل أعلى سلطة في البلاد. هؤلاء المساجين ماذا طالبوني في زيارتي؟ طالبوني بإثراء مكتبة السجن، طالبوني بالاطلاع على كل الجرائد التي تصدر في تونس، طالبوني بالرؤية والاستماع إلى كل القنوات التلفزية. هذا مطلب من قام بالثورة وليس مطلب المجرمين الذين يصنعون المولوتوف، ليس مطلب الذين يفسدون في تونس، الذين عاثوا فساداً في العهد السابق والذين يريدون الآن العودة لتدمير ثورتنا وتدمير وطننا. أيها الإخوة، لا نقول هذا من أجل المجاملة، وقد هاتفت السيد وزير العدل وقابلته من أجل هذه القضية، وقال لي بالحرف الواحد: أنا أحترم القضاء ولا أتدخل في القضاء. هذا أقوله ليس مجاملة، ولكن من أجل قول الحق. إذن فأنا ما أطالبه هو أن يكون العدل مستقلاً يقوم بواجبه من أجل إنجاح هذه الثورة، ولا من أجل إنجاح من دمر الثورة ومن زور الانتخابات. أيها الشعب الكريم، أنا أقول هذا من منطلق المسؤولية. انتخبتمونا لنقول الحق، لندافع على ثورتكم التي سالت من أجلها دماء أبنائنا الشرفاء. نرجو لهم الرحمة والثواب
ونلتقي إن شاء الله معهم في جنة الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على